نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق الذي شب بعدد من المحلات بمنطقة الموسكي، وقام رجال الإطفاء بعمليات تبريد واسعة خشية من تجدد اشتعال النيران فيها. وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة دفعت بعدد كبير من سيارات الإطفاء لإخماد الحريق الذي اندلع في 4 محلات وعدد من الفروشات بأحد البنايات بالموسكي.